Hallo, mein liebe Studenten, erste Sekundarstufe. الدرس الأول لكسيون 1. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التحيات والوداع. المرة دي هنتكلم عن الجزء الثاني من الدرس، ازاي اقدم نفسي. يقدم نفسه الفيرب ده زيش فورشتلن. زيش فورشتلن يعني يقدم نفسه او يعرف نفسه. بيجي الصيغة مثلا اشتلن زي زيش فوربته، عرف نفسك لما تكون رايح تقدم في شغل وهتعمل انترفيو في شغلك بس بالألماني. فأول حاجة هيسألك قدم نفسك، هيقولها لك ازاي. اشتلن زي زيش فوربته، قدم نفسك لو سمحت. طيب علشان أقدم نفسي لازم أقول اسمك ايه. أنا اسمي كذا. فدلوقتي هنتعرف مع بعض على أسئلة اسمك ايه. تلات أسئلة، التلاتة بنفس المعنى، ما اسمك. هناخد التلات أسئلة بصيغتين، صيغة الاحترام حضرتك لما أكون بتكلم مع حد أكبر مني، وصيغة أنت أو أنتي دو، ضمير دو، لما أكون بتكلم مع حد عادي من سني أو قريب مني. يبقى هناخد تلات أسئلة بمعنى ما اسمك. التلات أسئلة هنتعرف عليهم بصيغتين، صيغة الضمير زي الاحترام وصيغة الضمير دو أنت أو أنتي لما أكون بكلم حد من سني. طيب نبدأ بقى بأول سؤال. في هايسن زي، في هايسن زي. الإجابة هرد أقول إيش هايس، إيش هايس. اللي حصل عندي هنا في الفيرب اللي اسمه ايه، هايسن، الحرف اللي عندي اللي شبه البي كابيتال ده، ده اسمه اس ست، وهو عبارة عن دبل اس، فبيتنطق بالساوند اس. هايسن، في هايسن زي، يعني ماذا تسمى، ماذا تسمى حضرتك. هرد اقول ايه، ايش هايس، انا اسمى واقول اسمي. إيش هايسة أحمد، إيش هايسة منى. طيب إيه اللي حصل هنا في هايسن؟ ناخد بالنا إن هايسن مع الضمير زي انتهى بإي إن، مع الضمير إيش انتهى بالإي، ودي حاجة هناخدها باستفاضة قوي لما نيجي عند تصريف الأفعال، بس مؤقتا دلوقتي نعرف إن مع الضمير إيش الفيرب انتهى بإي، ومع الضمير زي الفيرب انتهى بإي إن. الصيغة التانية للسؤال، في است إير نام، ما اسم حضرتك. في است إير نام، هنرد نقول ايه، حضرتك ما اسم حضرتك، هتبقى في الإجابة اسمي، ماين نام، ماين زي ماي كده في الإنجليش، ماين نام است، وأقول اسمي. في است إير نام، ماين نام است أحمد. طيب الصيغة الثالثة من السؤال، wer sind sie، من تكون، زي who are you. wer sind sie، هرد اقول ايه، زي الضمير زي هيتحول يبقى ايه، ايش انا، ما اسم حضرتك، من تكون، انا اكون، ايش بن. طيب يبقى الضمير زي جي معاه زند، ده زي verb to be كده في الانجليش، برضو هنجيله باستفاضة بس نعرفه كده دلوقتي مؤقتا سريعا. wer sind sie، زند يكون، جت مع الضمير زي، لكن مع ايش بيبقى اسمها بن، ايش بن. wer sind sie، ايش بن احمد. طيب دولت التلت اسئلة، ما اسمك مع الضمير زي. نيجي نتعرف عليهم مع الضمير دو. في هايست دو، في هايست دو، في هايست دو. هرد أقول إيه، ما اسمك، هيتحول في الإجابة الضمير دو أنت للضمير إيش أنا، أنا أسمى. طيب هايست هنا مع الضمير دو انتهت بالتي، لكن مع إيش انتهت برضو بالحرف إيه، إي. يبقى في هايست دو في الإجابة إيش هايس، إيش هايس، وأقول الاسم. طيب السؤال اللي بعده، في إست داين نامه، جي مع الضمير زي، إير نام، إير نام، دي زي ضمائر الملكية زي الإنجليش كده، ماي ويور وهيز وهير، هي برضو هنا في الدويتش عندنا ضمائر الملكية، فجت مع الضمير زي، الضمير الملكية بتاعه جي إيه، إير، إير نام، زي ما عندنا فوق كده في السؤال فوق،
Ihr Name, ما اسم حضرتك؟ طيب هنا تحت مع الضمير دو بقت ايه؟ في است داين نامه. داين هنا بتحل محل يور في الانجليش، في است داين نامه. الاجابه هتتحول يبقى اسمي ماين نامه است، ماين نامه است، واقول اسمي، اسمي يكون كذا. طيب الصيغه الثالثه فيرب است دو، من تكون، هو ار يو. قلنا بيست زي verb to be في الانجليش يكون، الضمير دو هيتحول في الإجابة لإيش، وإيش مش هيجي مع، مش هينفع يجي معها بيست، هيجي معها بين، يبقى wer bist du، إيش بين، وأقول إيه اسمي. بس الجزء ده إحنا محتاجين نحفظ فيه كويس قوي الثلاث صيغ للأسئلة، في هايسن زي، في است يا نامه، wer sind زي مع الضمير دو، في هايس دو، في است داين نامه، wer bist du. التلات أسئلة إجابتهم واحدة، كل الإجابات هتتشابه مع بعض، لكن الأسئلة هي اللي بتختلف مع الضمائر، وهم بس نوعين من الضمائر، ضمير زي حضرتك وضمير دو أنت. تشوس.